في صباح الدار، هل ستتغير نظرتك للصراصير إذا عرفت أن بإمكانك استغلالها لإنقاذ حياة البشرية؟ هي أحد مخلوقات الله وسبحان الخالق. باحثون من جامعة كاليفورنيا وهارفارد قاموا بتطوير ما تسمى بالصراصير السبرانية. الفكرة منها هو إطلاقها في الأماكن التي وقعت فيها كوارث، وذلك للعثور على الناجين خلالها، مثل سقوط مبنى أو حالات زلازل وغيرها. أطباء جامعة نورث كارولينا يقولون أن بإمكان الصراصير إنقاذ البشر، ذلك من خلال تهكير الهواء لهذا الصرصور. تهكيرها يتم بعد إجراء عملية بسيطة للصرصور، ويتم زراعة قطع إلكترونية الصغيرة والتحكم بها عن بعد. التحكم عن بعد يتم من خلال إرسال إشارات إلى الدماغ وتحديد الاتجاه الذي يجب عليه الصرصور التوجه له. مثلا كل صرصور سيحمل بطارية صغيرة على ظهره ومايكروفون، حيث أن أفضل طريقة بالنسبة للعلماء للعثور على الناجين هي من خلال الصوت. تم تجربة هذا المشروع في أماكن معدة للتدريب، وأثبتت التجربة أنها ناجحة، حيث تم تحديد أماكن الأشخاص المحتاجين للمساعدة ما يشبه المبنى المدمر. المشكلة الحقيقية بالنسبة للعلماء الآن مع هذه الخطوة هي فكرة إطلاق عدد كبير من الصراصير دفعة واحدة في أماكن مدمرة، ثم محاولة جمعهم من جديد والفوضى التي قد تتسببها للسكان بعد انتهاء العملية، على الرغم من أن العلماء متأكدون من أنه من السهل إعادتهم لمنطقة الإطلاق من خلال التحكم بهم عن بعد. أيضا، ولكن لماذا صراصير حقيقية؟ لماذا لا نستخدم آليات صغيرة عوضا عنها؟ ذلك لأن النظام الحركي للصرصور سبحان الخالق جاهز، ويمكنه تخطي معظم العقبات التي تقف في طريقه في أماكن مدمرة، بعكس الآلات الصغيرة التي قد تواجه عقبات مختلفة تمنعها من التقدم أكثر. أيضا، الصرصور كائن حي ويسعى للبقاء، فإذا ما تعرض أو شعر بالخوف فإنه سيتجنب هذا الخوف وينقذ نفسه. وفقا للعلماء، فقد وصلوا إلى أكثر من 20 صرصور جاهز للعمل، ويتم التفرقة بينهم من خلال الألوان وإضاءة ما يحملونه من أجهزة. على هذا المشروع يعتبر نوعا من التعذيب للصراصير؟ لا أبدا، فلدى العلماء الأدلة والإثباتات الكاملة بأنه ليس هناك من ضرر عليهم، كما أن العلماء لا يريدون تعذيب أي نوع من المخلوقات. وسبحان رب العالمين الخالق الذي قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتخيلوا بإمكان بعض التقنية وهذه الحشرات إنقاذ الناس في حالات الدمار. سبحان الله. ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة قريبا. سلام.